صراحة بسم الله الرحمن الرحيم، تقنية الفار في البطولة الاحترافية المغربية غتعطي الأكل ديالها، فكما كتلاحظوا الأخطاء التحكيمية ديال هذا الموسم أخطاء كارثية، كما لاحظنا في مباراة ديال الوداد ضد نهضة بركان هدف مرفوض، عدة مباريات لا داعي لذكر المباريات. فكنتمنى التقنية ديال الفار يعني تعطي واحد النتيجة اللي نتمنوا المتتبع المغربي أنه يستجب لهذه التقنية، وكذلك اللاعبين والمسيرين والطاقم ديال البطولة الوطنية بكامله. وشكرا. أول حاجة بدأ تقنية الفار هي مزيانة، من واحد ناحية مزيانة للبطولة الوطنية، غير حاجة واحدة لأن البطولة عندنا شوية ناقصة في الريتم، ولا درنا تقنية الفار عاوتاني غيكون أثقل كاع، لأن اللعابة عندنا بزاف كيعتمدوا على الضغط بزاف على الحكام وكيبقاو يحتجوا بزاف، ولا درنا تقنية الفار كلشي غيولي طالب بالتقنية بزاف كاع. هي في نفس الوقت مزيانة، ولكن بعض الأحيان غتكون الضغط على اللعابة عاوتاني غادي يبقاو بزاف يحتجوا بزاف، فهمتي؟ هذه هي المشكل في تقنية الفار. كنتمنوا من اللعابة ديالنا ينساو تقنية الفار وينساو حتى الحكام، والحكام تماما يطلقوا لنا اللعب شوية باش نتمتعوا حتى حنا بالبطولة الوطنية. راه البطولة الوطنية ديالنا الريتم ديالها طايح بزاف. السلام عليكم. اولا بالنسبه لتقنيه الفار اللي غتعتمد في الموسم المقبل، اذا كانت غتعتمد بها بطريقه ايجابيه يعني غيستافدوا منها الفرق اللي كانت كتاثر على اخطاء التحكيميه، نظرا للحكم كيكون في وسط الميدان يقدر ما يشوفش اخطاء. بالنسبه لي انا غتكون شي حاجه ايجابيه للبطوله الوطنيه باش تزيد لقدام، وغيستافدوا منها جميع الفرق وتكون مساواه فيما بينها. اخطاء ديال التحكيم ديال التقنيه الفار مزيانه، ولكن الا كانت شي حاجه اللي غادي تثبت بان راه هادشي غيكون مزيان من على قدام ان شاء الله باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.